هذا اليوم سعيد عندنا اللي هو سان وندر اختصاص دائما ذكرى سعيدة جدا عند المغاربة اللي هو ذكرى ديال المسيرة الخضراء المظفرة اللي تنحتفل بها دائما واللي تنحاول دائما أن نذكرها لأنه حدث جد سعيد وجد تاريخي في حياتنا احنا كمان كمغاربة. رسالتي وجهها للشعب المغربي وصاحب الجلالة نصره الله أنه مبروك علينا هذا النهار ومبروك علينا دائما الذكرى ديال المسيرة الخضراء لأنه هي ساكنة في قلوبنا في عرقنا وحنا الحمد لله متشبتين بالمغرب ديالنا من طاجة حتى للقويرة ولن نفرط في حبة رمل من رمالنا. الحمد لله شكرا على بلادنا. أشهد أن نقول لك عزيزي أولا الله يهديهم هاد الناس الله يهدي الجزائر علينا. حنا اليوم كلجنة التحكيم أنتم شفتوا على عينيكم شنو وقع. حنا لجنة التحكيم مغاربة كلنا الحمد لله فنانين كنا عندنا رئيس اللي هو الأستاذ الكبير عبد الكبير الكاكنا معية الأستاذة زهور السليماني سي مجيد الكرون والأستاذة حنان بن موسى. ما قدرناش أننا ما نحكموش الأفلام الجزائرية لأنه كان فيها الفن وحنا كلجنة مغربية تنحبوا هذه البلد تهوى ما كانش بإمكاننا نحكموا إلا بالفن وبالعطاء ديال كل مخرج في الأفلام ديالو. فلذلك هذه ما غتكون غير حجة عليهم أننا حنايا ناس معقولين وناس تنحبوهم وتنحبوا الفن ديالهم ولو أن كانوا مغاربة معنا في المسابقة الرسمية ولكن ما خذوا تشي جائزة من غير الفيلم ديال القلم اللي هو خذ جائزة ديال السيناريو ولكن جوج جوائز هما جائزة الإخراج والجائزة الكبرى خذتهم دولة الجزائر لأنهم كانوا في أفلام يستاهلوا ولو كان في قلب ديالنا شيء من الحقد كان يمكننا حنا نقولوا لا هادو الجزائريين ما يمكنناش ندوزهم ولكن حنا ما حكمناش بهذا المنطق هذا حنا حكمنا بمنطق الحب ومنطق الفن ومنطق الثقافة وهذا هو المهم. وتنتمنى أن الميساج ديالنا وصل أننا حنا مازال نحبكم ونبقاو نحبكم ودائما راكم عزاز على القلب. طنجة الكبيرة بهذه المناسبة كنبارك لكل شيء. بالنسبة للمغاربة عارفة بأن المسيرة الخضراء كتعني لنا الكثير والكثير وكنتمنى يا ربي عم السلام والأمن والأمان لبلادنا والصحة وطول العمر لجلالة الملك محمد السادس الله ينصره. بعد المناسبة احنا يعني كيتزامن يعني هذا الحفل الختامي ديال هذا المهرجان اللي هو مهرجان الجبهة الدولي للفيلم التربوي كيتزامن مع 6 نوفمبر اللي هي الذكرى عزيزة على قلوب جميع المغاربة اللي هي ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وهذا دائما كيكرس على أن المغاربة متوحدين خطيبة من الشمال المغربي إلى الشرق إلى الجنوب إلى غربه. فكنقول ان شاء الله يا ربي دائما نكون فرحانين بهذه الذكرى العزيزه على قلوبنا اللي هي المسيره الخضراء ودائما الصحراء المغربيه. خلي خوتنا بالنسبه لخوتنا وبالنسبه لخوتنا الجزائر الجزائريين كنقول لكم حنا كنبغيوكم كنحبوكم بزاف واكبر دليل الحب ديالنا لكم واننا ما كاينش شي عداء تجاهكم هو ان في هذا المهرجان يعني انا كنتفاجئ بالحصول على الاعمال الجزائريه بجوج ديال لي بري يعني البري ديال الاخراج والجائزه الكبرى. فهذه اقوى رساله للشعب الجزائري على اننا كنحبكم وبعيد على كل الصراعات والنزاعات اللي احنا ما عندنا فيها حتى شي دخل ولا شغلنا فيها. الله يهديهم هذوك الناس اللي خلقين هذه الصراعات وتحياتي. احنا كنبقاو فنانه كنتعاملوا مع الانسان كانسان.